My name is Mike. أنا اسمي مايك بيكل وأنا بقود بيت الصلاة العالمي وأنا ممتن جدا لعيلة واتشمان ولكل اللي حصل معانا في آي هوب وطريقة اللي الرب بيجيب ناس من خدمات مختلفة في جسد المسيح وبيربطنا ببعض وإزاي إحنا بنتعلم إن إحنا نروح مع بعض للمستوى الأعلى مع الروح القدس بطريقة نقدر نعبر فيها عن الروح القدس في الأرض وبنأتي بيها لعائلتنا ونأتي بيها لعلاقاتنا ونأتي بيها لمكان العمل ونأتي بيها الكنائس ونأتي بيها لكل مجال. لكن أنا عايز أديكوا كلمات بسيطة لأنه يسوع قال أنك تحب الرب إلهك من كل قلبك وفكرك وقوتك. هو قال عنها الوصية الأولى والوصية العظمى. الروح القدس بيعلي دي كأولوية إنه يعيد الوصية الأولى لمكانها. فعايز أدعوكم إن تكونوا بجدية وبطريقة مهدفة إن أنتوا تدركوا الوصية الأولى والعظمى وتجيبوها للناس اللي حواليكم. بباركم من كانزاس سيتي وبحبكم يا عيلة واتشمان.